إطلالة صادمة لملكة جمال لبنان بمسابقة ملكة جمال الكون. شو تفاصيل هيدا الموضوع؟ تخبيصات شيرين على المسرح بحفلة بالكويت، إضافة لللوك يلي اخترته نجوى كرم للترويج لأغنيتها الجديدة، وشذا حسون بتصرفات غريبة مع شهاب ملح إنستغرام، وأغنيتها مع فوديل فيها أشياء بتلفت النظر. كمان رح نحكي مع ضيف مالك مكتبي اللي كل حديث السوشيال ميديا عم بيكون عنه بهيدا الأسبوع، ومواضيع أخرى مثل العادة. ما رح فيكم تقف ولا موضوع، خليكن متابعين. من بعد انقطاع خفيف عن الحفلات، تعود شيرين هيدي المرة لتحيي حفل بالكويت، وصار في كتير تخبيصات منها رح نتناولها درجة درجة. ومنبدأ أول شي، خلينا نشوف كيف اختارت تكون إطلالتها الأولى. يعني يا هيك الاطلالات يا بلا، اطلالي 5 ستارز لن تتكرر. ابعة بردية الشيفون من الصالون ومخيطتها ورايحة فيها على المسرح. عدا عن هيك، هي مؤخرا يعني عم بتعاني شوي من زيادة الوزن، فما بيلبسوا اشياء ضخمة هالقد. كانت مبينه مثل الاخطبوط بنص المسرح. شو الهدف من هالكل هيدي الطبقات فوق بعضها؟ ما بعرف، بركي مخباية حسام حبيب قلب الفستان إلا ما تحكي ولا تخبصي ولا تعملي، كله معقول. عدا عن الإطلالة، رح نتناول كمان لما سألت الجمهور عن حسام حبيب. خلينا نشوف شو عملت ونعود. يعني شيرين، الجمهور يعني بعده لهلأ منه كتير مستهضم ولا مستلطف رجعتك لحسام حبيب. صار لك سنة بتطلعي على الإعلام، ويلي بيشوفوا لحسام يبول عليه، وبالآخر ركدتي عليه. يعني العالم ما عاد طايقته، ويعني متناسي الموضوع. بتجي انت وبتذكريهم مين بيحب حسام ومين لا، شو عم تعملي استفتاء اذا بتضلي معه او لا يعني، او شو الموضوع، او عم بتفرجيه انه شوف شو عملت فيك من ورايه. هالتصميم مش عم بفهم، يعني العالم انجأ هاضمة وجوده معك بسببك انت يلي كرهتي العالم فيه وطلعتي على منصات التواصل. يعني الوضع عندك كتير ما كان طبيعي. كمان تصرف صادم تالت، وهو لما حكيت عن فضل شاكر بالمسرح. خلينا نشوف شو قالت ونا. زيارتي لفنان زي فضل شاكر دي زيارة عزيزة على قلبي، لكن كمان سفارة أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق. أكيد الجيش اللبناني بيشرفنا وبيشرف كل يعني جيش وطن بيدافع عن وطنه، أكيد كلنا بنحترمه. بس بلا هيدي العبارات السوقية، صباط فلان وصباط علتان، جرنا كرامة الإنسان أهم من أي شيء. لا صباط حدا فوق راس حدا، كل العالم عنده القيمة والتقدير، وكلنا بيكون احترامنا مع بعضنا بخدماتنا المجتمعية. كل إنسان عنده دور بالمجتمع، والاحترام والتقدير. بس هيدي نجي مبجل وصباط فوق راسنا، جدا عبارات سوقية ولا طليق، عم نشوفها كتير بلبنان. بيقطسوا الزعم وبيقولوا هيدي الأشياء، وبتجي شيرين كمان وبتقول هيدي العبارات. وهيدا أكيد نتيجة معنا فنانة كبيرة، بس عندها نتفة جهل وسوء تربية. نشرت نجوى كرم صور على موقع انستغرام، عم بيقولوا او عم بيتم تداول انه هودي الصور رح يكونوا اعلان ترويجي لغنيتها القادمة. شوفوا لي ملا اطلالة صراحة، عم بلش هيك فكر شو معقول تكون الغنية مع هيك اطلالة. فحسيت انه معقول تكون الغنية بهيدي الطريقة. ملبسني ليفي حمرة
ووعدني يعطيني غمرة. شلت الليفي منها الدوش وعملت لك صحن فتوش ولطحت الأرض. ريتك عريت هيدي الأطلالة. مش عم بفهم شو خص هودي الليف الحمراء اللي حط وحدة باليمين ووحدة بالشمال بموضوع الغنية. هو خرج يكونوا مثلا صورة لبرودكت استحمام، لسائل جلي، لسائل ليفي، ما بعرف، بس كل شيء طلع معي إلا أنه يمكن تكون غنية. صار عندي فضول وحشية أعرف شو رح يكون موضوع الغنية الجديدة وليش هالطابات الحمر شبه ليفة الاستحمام بهذه الصورة. No chance. ما في chance أبداً. أطلالة ملكة جمال لبنان بمسابقة ملك جمال الكون كانت حديث مواقع التواصل لأنه كانت أطلالة كتير غريبة من نوعها. خلينا نشوف ليش. Land and resilience. The bodysuit is made of metal, characterizing a female warrior like Lebanon. يعني ماني عم بفهم إذا هيدي اللي قدامي ملكة جمال لبنان ولا ملكة جمال الأونتان. هي بهالإطلالة يا حبيبة قلبي ما بتروحي فيها ع ملكة جمال الكون، روحي فيها على السطح وقفة لنلقط المحطات الأرضية والفضائية ولا تحت الأرض. هلا هذا لبس تقليدي، هي هو الزي التقليدي يا لبنان. من أمتى كنا نشوف وحدة لابسة حديد فوق ظهر مدري ألمنيوم مدري شو، ما بعرف شو عاملين. يعني منيح المكان شافك بياع الحديد أو بياع الخردة كان لمك وراح مع بضاعته على معمل التدويب. يعني ما خصوا أبدا بالثقافة اللبنانية. من أمتى نحن عنا شجرة محاربة؟ لو حتى لو بدكم تبدعوا وتستوحوا فيكم تعملوا شيء مستوحى من الزي التقليدي اللبناني اللي هو معروف الطرطور، ما بعرف شو بسموه هذا اللي بيكون طربوش كتير طويل، وطريقة لبس تكون عن جد بتشبه ثقافة ومجتمع لبنان مش أونتان وماشي على الطريق. يا سلام يا سلام، والحشة سندريلا، فشرة سندريلا. نشرت دنيا بطمة مجموعة من الصور جديدة لأطلالتها الجديدة، وإذا بدنا نعطي عنوان لهيدي الأطلالة فما فينا نقول إلا قعدني على الكنباية ولبسني أكبر صرماية وحط حد ساك قدو قد الحرباية ولي تحت الأرض. ريتك عريت أطلالاتي. بأمريكا صار في ليدي جاجا العرب، عنا بالمغرب العربي عنا ليدي كاكا العرب لأنه نحنا ما عنا حرف الجي باللغة العربية إلا بمصر يعني، بس بالمغرب كان بعتقد ما فيه. فليدي كاكا العرب من هنيك على هيدي الأطلالة الرائعة، وعبالي شوف كيف بدك تمشي بهالصرماية لهالقد قدة. بحس بدك بوب كات كل 5 متر يرفعك ويوصلك لأنه وزن هالصرماية لحاله بيجي شي 5 أو 6 طن. ولي تحت الأرض ريدك جرسينا. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للحلقة الجديدة من برنامج أحمر بالخط العريض عن شاب صارت معه حادثة وحب يحكي عنه لأنه الموقف اللي صار معه كان كتير صعب وأثر على نفسيته. خلينا نشوف شو هو هيدا الموقف ونعوه. مرأة اغتصبتني بصراحة، هيدي حادثة كبيرة عملتلي ديبرشن، فقت الساعة 2 بلاقيها مربطتني بجنازير، بلشت تعمل علاقة معي غصب من عني، شدني من شعري وحاملي شي بإيدها بدها تبلش تعني. لا 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 فعلا يا زلمي، فعلا تعاطفنا معك، فعلا كتير متعاطفين وزعلانين على هالحادثة اللي صارت معك. وين جمعيات حقوق الإنسان؟ وين جمعيات حقوق الرجل؟ وين هيدي المرة يلي عملت فيك هيك ولي تحت الأرض؟ رأيتك كل الشباب عم يسألوا بدهم عنوان ورقم هيدي المرة ليروحوا وتعمل فيهم مثل ما عملت فيك. يعني فعلا تحفي برنامج أحمر بالخط العريض، تحفي يعني. أنا ما بعرف، ما بصدق لأنه الرجل ليس مثل المرأة، يعني منه أنه فيهم يعملوا فيه أنه عرفته أنه تمرأة تغتصب رجل مش ظابطة. يعني في عضلات وفي قصص بدها، ما فينا نحكي أوضح من هيك يعني، بس أنه مش ظابطة مش ظابطة. لا وبكل عين وقحة وأنا طلعت لا وين أني أخوات، مش خايفة هي على أخوات الرجال يعني، عندها أخوات شباب عايب اللي عملته فيها ولي طاح في الأرض. تكون فعلا
عم شوف غرائب وعجائب في قصص حتى غير قابلة للتصديق وغير قابلة للمنطق. أول مرة بشوف حالة اغتصاب تصير السخرية والضحك بدل ما يكون عن جد في يعني تعاطف مع هيدا الموضوع. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للقاء العمالقة كل من امبراطورة الموضة وابن بطوطة. خلينا نشوف ونعود. اقسم بالله عمري اخيرا شفت الشجمعة اخيرا ادق عليها ماتت. يعني بهني لشهاب اكيد عم يبكي من فظاعة الشوفة امبراطورة الموضة بامه وابوها قدامه. يعني هيدي من النوادر انه تحصل، عدا عن انه عن جد فعلا صعب تتلقطوا بشذا حسون، لانه اذا بتتابعوها على انستغرام عاملة مثل كاميون النقليات بين لبنان والعراق كل جمعة ببلد، فصعب تتلقط فيها فعلا. بتستاهل هيدي انه تبكي بس تشوفها، بس ماني مصدق انا انه عن جد شوفت شذا حسون هالقد بتبكي. منيح المنة ام كلثوم او عبد الحليم حافظ، بركي كانت اكله شي حص بصل مع فاصوليا والنفس كان قوي وصار في هيك، ما بفهم. بس مش هيدا حديثنا رح يكون قد ما يكون عن غنيتها الجديده مع فوداليا اللي كانت من بعد انتظار من ايام كورونا كانت عم بتجهز لها، وبالاخر ننفجع بالكليب باطلاله صاروخيه لفودال. شوفوا لي هالطقم الاصفر ياتيكم برعايه سبونج باب سكوير بانتس في مستنقعات بحيره سلطع ولا تحت الارض بيتك. عرفت هالغنيه اللي عملتيها كانت غنيه عاديه، ما فينا نقول عنها انه واو ولا فينا نقول عنها انه منه. بالنهايه فودال اسم وعلى القيمة، بس يا ريت نعرف مين اختار له هيدا الطقم يلا يظهر فيه بالفيديو كليب. هل انامل شذا حسون له علاقة بالموضوع او هو كمان عنده هيدا الذوق الفظيع بالموضة؟ ولي تحت الارض رايدك جرسينا. خلينا نشوف احدث اطلالة لزين كرزون. يعني ما عدنا نعرف مين هيدي، اذا هيدي زين كرزون ولا هيفا وهبي. هيفا وهبي يلي جاي من سوق الجمعة، هيدي هي النتيجة. وركزولي اكتر شي عالشفاف يلي هن من كتر منهم صغار صايرين عاملين مثل مكبس البلوعة يلي بيفتحوا فيه المجرور. من هنيك عالشفاف خلص جرنا صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم، غيروا حكيم التجميل، صايرين مثل طقم الكبايات ما في فرق بين الكباية والتانية، جايين ستاندرد فرد مرة من الصين ومشحونين. تجربة النعجة دولي بالاستسناخ فشلت، بس استنساخ هيفا وهبي بالعالم العربي نجح وبشكل كبير. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. ملكة جمال شمال أفريقيا الجزائرية وحيدة تم اعتقالها من فترة قصيرة، وذلك بسبب قالوا انه في حيازة ممنوعات عندها بالفيلا لا تعود وتطلع وتقول هيدا التصريح. خلينا نسمع شو قالت ونعود. انا كي ندخل ونطلع حساباتي اعمالي كامل وخدمتي كامل واش نخدم، كي ما ندخلش ندخل 200 مليون في الشهر. علاش؟ باسكو سيدة اعمال وملكة جمال ديجا بالتيتر تاعي كي نصور ما نخلش كيما لي مايكا باسكو ميس سما، ما علاش نروح انا للحرام ولا نروح لحاجات اخرين؟ الحمد لله يا ربي هذه ما درتهاش كيما كان عندي والو، كي كنت زواليه نديرها دوكا. ايه سيدة اعمال، انه ليش عم تحكوا عنها؟ ما هي سيدة اعمال كبيرة وعندها نشاطات تجارية، بتبيع رمان، بتبيع بطيخ، بتستورد خيار، بتستورد جزر، اعمالها مقطلة بعضها ولا تحت الارض رايتك. حتى ايلون ماسك ما قادر يطلع 200 مليون بالشهر. ايلون ماسك اللي عنده شركة تسلا وعم بيبيع سيارات كهرباء وارباحه لم تتخطى 200 مليون، من وين يعني من وين هيدي الثقة بتجيب؟ لا وطالعة وبتحكي
شو دفعتي؟ شو عملتي لطلعتي من الاعتقال او من التحقيق؟ في شيء مش طبيعي. هي طريقة انه فجأة بيكون واحد فقير او وضعه عادي وبليلي وضحاها بيصير سيدة اعمال ورجل، معلش يعني نحن العالم منا غبية لهالدرجة، وكلنا منعرف شو في تحت الستارة وشو بتعملوا وطعم بتصيروا من اصحاب الملايين والمليارات. ولي تحت الارض رايدك جرسينا. من جديد يبدعنا سيد الموضة اللبناني اللي عم ينشر نصائح على مواقع التواصل لحتى ينصح الشباب شو يلبسوا بمقابلاتهم او لما يطلعوا. هالمرة قرر يعطينا نصيحة شو نلبس لما نطلع على مقابلة عمل. خلينا نشوف ونا شو بتلبس على مقابلة عمل. اول شي حلبس بنطلون رسمي اسود، حلبس قميص بينك، حفوت القميص تحت البنطلون، حلبس فوق هيدي الجاكيت الرمادية، طباط اسود مع ساعة سيلفر، وهيدا اللوك النهائي. اذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لي لايك وفولو. يعني من هنيك، وفعلا لازم كل شاب يتشكرك على هيدي النصيحة، لانه من بعد ما سمع نصيحتك ولبس هودي التياب تم نفيه الى دول العالم الثالث والرابع. ولطح الارض رايتك عرات هيدي التياب من وين بتحضى فيهم. حتى استاذ الجغرافيا بمدرسة تحت السندياني سنة 1975 بطل يلبس منهم. من وين؟ لا ومن وين الثقة؟ بيطلعوا عن مواقع وبينصحوا. بليز يلا افسدوا الموضة كلها، ويلا كل الاجيال لازم تتعلم وتلبس وثقة وثقة. لا بالفعل بهنيك على هالذوق بالتياب. بس انا بنصحك بس توجه نصايحك لشازا حسون، لانه يعني بعده ذوقك ارحم من ذوقه. بس غير حدا والعالم العادي يتركهم بحالهم. الله يخليك، خليني يروحوا يلاقوا شغل احسن ما يطردون نتيجة هيدي الملابس الفظيعة يلي عم تفرجينا اياها. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. كمان من بعض نصائح الملابس نصل الى نصائح الاكل. في سيدة كمان عم تعمل نصائح على مواقع التواصل، وقررت تخبرنا كيف طريقة تخزين الرز لحتى تستعملوه بالمرة القادمة. خلينا نشوف. زاد عندي شوية رز وما حبيت اكبه، جبت ابرة وخيط خيطتهم بهاي الطريقة، وهلأ حعلقهم وانشفهم. وقت تيجي عندي طبخة برز بطلعهم بحط عليهم مي وبوفر هيك وقت وجهد. ولتحت الارض رايتك من وين توفير الوقت والجهد يا بخيلي انت يلي جايبة كل رز برزتها وعم بتعطبيها بالإبرة والخيط. يعني مش عم بستوعب شو الفكرة من هذا الموضوع. شو رح يصير كان إذا جيتي وحطيتيهم بقطرميز وحطيتيهم بالبراد؟ من وين الوين ومن أمتى بيخزنوا الرز بالإبرة والخيط؟ هيدي أول مرة بعرفها. كتر خير الله أنه ما فضل برغل. كمان ما كنت عرفت شو كان بدك تعملي، يعني حتى بيت الرقروق المعروفين ببخرون ما عملوها هيدي. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. مصفف العراقي المشهور يبدع من جديد بتحويل أحد الأطلالات من أطلالي كنفوشة إلى أطلالي فرفوشة. خلينا نشوف. حبيبي حمود اليوم جايك صرح لي شعري، تخيل عماد أو السحبة بهذا الكلش الضيم. هلا بصقر يا هلا بطيرش حلوة. يعني عن جد بهنيك بهنيك كتير. يعني لما اجى لعندك كان عامل مثل كأنه اكل رعبة، انت لما عملت له التصفيفة كأنه حطيت له على راسه طاسة الرعبة. ولا تحت الارض رايتك، يعني شو هالقصة وشو هالابداع. فرد مرة جيب طنجرة او طاسة وحطها وعمل له الاطراف ويلا وصفف له. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. مثل العادة ما فيني اتشكركم مثل كل حلقة على السوبر تانكس اللي عم تدعموا فيها المزيد من صناعة هيدا المحتوى. بتشكر كل شخص تواصل معي وبعت مواضيع على انستغرام اللي على الاكاونت اللي عم يطلع قدامكم على الشاشة. اذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة ما
وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، واهم شيء لحتى ما يفوتكم اي شيء جديد انه ترنوا الجرس لانه اللي جاي اقوى بكتير.